نرجع تاني لأزمة منتصف العمر، علشان أنا عايز أسأل دكتور حسام، حلو الأربعينات ولا أحلى حاجة في الدنيا؟ طب من وجهة نظرك إيه سمات منتصف الأزمة بتاعت منتصف العمر؟ أنا هتفق مع الدكتورة شيماء، يعني إيه اللي بيحصل للبني آدم؟ طيب هتفق مع الدكتورة شيماء جدا إنها مش أزمة الحقيقة، ولكن هي اصطلح على المصطلح ده، يعني سنة 69 كده 65 تقريبا طلع المصطلح ده، وبدأ يلقى رواج في الأوساط العلمية في الجماعة السايكايترست، يعني اللي بيدرسوا علوم النفس وبعدين بدأ يدرس. فالحقيقة بدأوا يلاقوا شوية ظواهر مرتبطة بالحكاية دي، بحكاية منتصف العمر دي، فلو أنه من ضمن الظواهر دي تقلبات مزاجية بشكل ما، نوع من أنواع الاكتئاب الخفيف اللي بيحصل نتيجة مراجعات للنفس جامدة جدا، لكن الحقيقة أنها مش بتحصل لكل الناس خالص، يعني مش بالضرورة، مش اللي هو مش أنت لازم يعني ممكن الواحد يعني الإنسان يعدي منها يعني. عادي جدا. عادة اللي بيبقوا في مرحلة بنقول عليها self actualization، هم حققوا نفسهم بشكل ما، بيبقاش عندهم الأزمة دي قوي. دايما الأزمة دي بتبقى عند الناس اللي بيحاسبوا نفسهم، اللي حاسين ان هم أقل من البار، يعني دايما في مستوى كده معين نقول احنا ايه على المستوى ده، المفروض انت لما تبقى في السن ده تبقى وصلت لكذا وكذا وكذا. لو انت مش واصل للحتة دي هتبتدي تقول الله الله، هو طب ايه، طب اللي جاي هقدر اعمل فيه، طب حوصل مش حوصل، طب انا المفروض اعمل يعني زي ما بيقولوا تغيير درامي في الحدث علشان اغير افكاري بقى، اغير الكارير، اغير مش عارف ايه. من هنا وصلت فكرة الازمة مع التغيير المرتبطة بحدوث تغيير كبير في الحياة، هي دي الفكرة. طيب ما هو يعني موجودة الازمة اذا كان لها اسباب الحقيقة، مش كده ما نقدرش ننكرها.